مشيت عمري نضحي على خاطر الناس اللي نحبهم، واليوم اجى النهار اللي لازمني نضحي فيه على خاطر مستقبلي حتى وكان مأخر شوية. الناس أربع ياس، وبأربع ياس تعديت للمرحلة الثانية. أثبتت حالي في كل مرحلة غنيت فيها وحجزت بطاقة للعروض المباشرة، أما اكتشفت في الأخر اللي نعمل فيه مش على خاطر مستقبلي، لكن هو على خاطر مستقبل عائلتي ومرتي وبنتي والولد اللي جاني على قريب. وباش تسعدوني وتسعدوهم صوتولي على الرقم 17. محمد بن صالح من تونس.